السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم بكلمكم من سيدونا، واللي على كتفي هاي اسمها سكاي، عمرها سنتين وإشي تقريبا، أظن شهر 8 كملت سنتين. وهلأ إحنا في سيدونا بدنا نتمشى في الطبيعة، جينا على مكان شوية بيصير زحمة بعد الساعة 9، إحنا كنا هان الساعة 8، فإن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. حتى سكاي كتير مبسوطة، يعني أول مرة أجيبها هان، وأنا إن شاء الله واثق إنها ما راح تطير. أفرجيكم المكان اللي إحنا فيه. فيديو اليوم عن جد شوية غير، لأنه المكان اللي احنا فيه برد، درجة الحرارة هون بالفهرنهايت 55، في فينيكس لما طلعت كانت 82، ففرق 30 درجة، ولسه الشمس ما طلعت منيح، يعني لما تصير الدنيا شوية ظهريات هتتغير. وهلأ هيك من تحت. Of course. That's a cool bird. Yeah, thank you. She just said hello to you. Say it again. She just said hello. Oh, hello. 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 Thank you. بيسموا هاي الحديقة اللي هون Red Rock، عشان هذه الروك اللي وراي الحمراء. هاي اسمها Red Rock. فتقريبا مش بس هاي، كل المنطقة تقريبا نفس الشيء. فعشان هيك أظن الغابة نفسها Red Rock. ولما بدك تأخذ باس تحطه على سيارتك عشان تقدر تدخل المنطقة هاي، لازم تروح على ريد روك اسوسيشن مش عارف ايش عشان تاخذ منهم الباس. وكمان الحلو في هذا الموضوع انك بتدفع انت فلوس عشان تاخذ التاج، لكن هذه الفلوس بتروح للطبيعة، بيشوفوا شو في شغلات لازم يعملوها يزبطوها، عشان مثلا الصخور ما تقع، الحيوانات مثلا احيانا بيكون في جفاف بيجيبوا لهم مي، بيعبوا لهم مي في زي ليكس صغيرة هيك بيعبوا لهم مي. فتخيل كيف صعبة جاي هون. فعشان هيك يعني الناس بحبوا ييجوا على أماكن اللي فيها دفع زي هيك عشان يساهموا في الطبيعة، كأنهم يعني بيرجعوا للطبيعة وللكوميونيتي وهيك. فاليوم حيكون شوي غير. خلينا نشوف هون. اوكي انا حاطين انه احنا هون، احنا صفينا اظن في هاي المنطقة هون، مشينا كل هاي، في بريدج وفي ريست روم، فاذا قدرنا نمشي كل هاي المسافة. Sky, you happy? Are you happy? You happy, Sky? Huh? You wanna fly? What's up, Sky? ترضاش. ما بدها تنزل. Come on. Come on. Sky. Let's go. ما بدها تنزل. مبسوطة. لما تحضلك هون. ما بدك تنزلي؟ لما تحضلك هون. Thank you.
طبعا سكاي غطت على المنظر كله اللي هون. الناس بطلوا يطلعوا على الطبيعة، صار بس يشوفوا الببغاء انه شو جابها هي هون، انه اوكي اشي زي هيك بعرف انه حيكون موجود، بس اشي زي هيك تعالي انزلي انزلي ما بدها تنزل، عندها تضلها معي احسن من الحرية. دوري Good morning. اعتقد هذا المكان فيه 12 عبور لنهر صغير، عديت من 2 او 3 so far وهلا مكملين. اخر مرة صار اعتداء دب على انسان وقتله في هاي المنطقة اللي انا فيها اللي اسمها سيدونا، كانت سنة 1885. حاليا ما في ولا دب في منطقة سيدونا بالمرة، حتى يعني في كتير ناس بيخافوا من شغلة اسمها الدب يجي يأكلني بالليل. هلا مثلا في كاليفورنيا في ناشنال بارك، حديقة وطنية هناك فيها 400 دب، والناس هناك تقريبا لو يصح لهم يضلهم طول العمر هناك بيضلهم، بس اظن بسكر في قبل الشتاء بسكر المكان هناك او شيء، لانه بكون برد كتير يعني ممكن الناس يتجمدوا ويموتوا. فالمنطقة اللي فيها الكامب اللي بتدرسوا فيها كامبينج حواليها في 400 دب، لكن ما صارت ولا حالة اعتداء او دب هجم على انسان، لانه الدببة عليها جهاز اجهزة جي بي اس، اذا وصلوا على منطقة معينة زون معين حيجي alert للرينجر مسؤول الحدائق وحيروح يخوف الدب ويخليه يروح، بالتالي يعني مراقبين، وحتى لو شافوا الإنسان مش دائما بيهاجموا لأنهم بيخافوا من البشر. دائما الحيوانات لما تشوف الإنسان بتشوف الموت، بتعرف إنه الإنسان بيجي وبيجيب الموت معه. ف يعني تقريبا إحنا في أمان هون، عشان هيك بتلاقي ممكن بنت لحالها تروح تسوي كامبينج تخيم لحالها. كنت اشوف كتير ناس بياخذوا صور هون عند المكان هذا هناك. كل هذا صار من عوامل التارية. احسن شيء انه هذه الحدائق مش موجودة عند العرب، لو هاي عند العرب كان زمان خربت بصراحة يعني. وهون قوانينهم صارمة، وغير هيك الناس مثقفين، يعني لو واحد ولع نار ولا شيء ببلغوا عنه، لانه بحسوا فيه عليهم مسؤوليه، كل واحد عليه مسؤوليه هون. بدك تخليها كويسه زي ما دخلت هون وتطلع تكون نفس الشيء، لازم تحكي لك تحترم الحيوانات والنباتات وقوانين لازم نلتزم فيها. Come here.
مش عارف قد ايه لي هلا ما بمشي بس مش راضي يخلص، وما شفتش لهلا ناس شفتهم رايحين رجعوا، فمعناته لسه بدها كمان. صار تغيير صغير على الخطة، ما كملت في المكان اللي كنت بعمل فيه هايكينج. هلأ أنا جيت على مكان حكولي عنه إنه كويس للكامبينج للتخييم، فأول ما جيت يعني أخذت معي فترة قبل ما لقيت مكان فاضي، لأنه أنت بتفكر إنك أنت الوحيد في هذا المكان. جيت سبحان الله بشر في كل مكان، هو كويس مش كويس يعني، كويس عشان لو صار إشي في حدا يشوفك، لو صار اي شيء يعني ممكن تنادي على مساعدة او هيك يعني. والحيوانات بحبوش يقربوا كتير من البشر بالذات لما يكونوا متجمعين، ومش كويس لانك انت بتحب تكون هيك شوي منعزل عن الناس. الناس اللي بيجوا هون على للتخييم وشغلات هاي بيطلعوا من المدينة عشان يكونوا بعيد عن الناس، فالناس بيجوهم هون. كنت عايز افرجيكم كيف المكان من أول ما دخلت ولما صفيت السيارة والشغلات اللي جبتها معاي عشان هالقعدة تاعت اليوم. بعدين قلت يمكن أفضل إني أسوي فيديو بس لكامبينج وأجيب الشغلات كتير نقصاني، وبنعمل فيديو تاني إن شاء الله في المستقبل وإن شاء الله بيعجبكم. أكتر واحدة مبسوطة اليوم سكاي، مكيفة، شايفة الطبيعة، شايفة الحرية، بس مختارة تكون على كتفي. المهم أنا بدي أرجع المكان اللي صفيت فيه، أعتقد أنه أنا شوي بعيد هلأ صرت. إن شاء الله في المستقبل راح أسوي فيديو أحلى من هيك للمنطقة اللي أنا فيها والكامبينج، وإن شاء الله بيعجبكم. شكرا كتير ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.